السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة المحامي الأستاذ فاضل النبواني، المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ فاضل. شكرا لك. أغتنم هذه الفرصة لأمسي عليك وعلى الأخوة الموجودين في هذا الاستديو، وأمسي على كل مواطن سوري في سوريا وخارج سوريا من الذين يعشقون سوريا ويحبون مصلحة سوريا ويحبون تراب سوريا ويحبون أن تكون سوريا كما كانت في العزة والكرامة والاستقلال والحرية. وأمسي أيضا على كل عربي شريف في هذا الوطن العربي يعشق الوحدة العربية من بغداد إلى تطوان ومن المي إلى المي. أهلا وسهلا فيك. على اعتبار تتحدث أستاذ فاضل عن الوحدة العربية، يعني آخر ما صدر مؤخرا وتتداوله يعني وسائل الإعلام والناس بشكل عام وما صدم إلى حد ما، كان شكل صدمة للمجتمع العربي والسوري بشكل خاص وحتى المصري، ما صرح به مؤخرا رئيس مصر محمد مرسي عندما سحب القائم بالأعمال المصري من سوريا وقطع العلاقات الدبلوماسية ما بين سوريا ومصر، كيف تعلق على ذلك؟ أولا، مرسي يمثل شريحة بالمجتمع العربي ويمثل حزبا بعيد كل البعد عن مصالح الوطن العربي. نحن ننظر إلى مصر ما بننظر له من خلال محمد مرسي الذي يقود حزب الإخوان المسلمين، ولهم في هذا الوطن العربي نشاط معروف ومشبوه منذ نشأة هذا الحزب. إنما نحن ننظر إلى مصر سعد زغلول، جمال عبد الناصر، ننظر إلى مصر الإقليم الجنوبي التي كانت هي وسوريا شكلوا نواة وحدة، كانت لولا الاستعمار ولولا أمثال محمد مرسي لكانت توحدت الأمة العربية. ولكن ارتباطات هؤلاء العملاء مع الغرب الذي يسعى إلى تدمير هذه الأمة. نحن نقول بالنسبة لسوريا أختي الكريمة، سوريا مهد النهضة العربية. عندما نعود بالتاريخ إلى الماضي بمطلع القرن التاسع عشر بدأت النهضة العربية من سوريا، الجمعيات الوطنية بدأت من سوريا لمحاربة الأتراك، واستطاع السوريون أن يحرروا هذا البلد من الأتراك ومن الاستعمار الفرنسي وحصلوا. فإذا كان مرسي يتصرف بهذا، هذا تصرف ليس يمت إلى العروبة بصلة ولا يمثل حتى الشعب المصري، الشعب المصري الثائر الذي ترينه ويراه الجميع في ساحات مصر وفي ساحات القاهرة وسعيد والإسكندرية وفي كل مكان ينادي بإسقاط مرسي. لو كان مرسي عربيا لما كان أول ما باشر في استلام الرئاسة أن يحيي الرئيس الإسرائيلي ويقول حبيبي صديقي ونحن أخوة، ويقدم الولاء والطاعة لإسرائيل. فليس مستغرب عن هؤلاء في الوطن العربي المرتبطون في الاستعمار منذ فجر التاريخ. يعني نحن نعاني، العرب نعاني من فصيل مرتبط، فصيل وليد هجين للاستعمار. الاستعمار التركي بقي بهالوطن 400 سنة فإله عملاء، الاستعمار الفرنسي نفس الشيء، المرتبطين بأمريكا، المرتبطين بالصهيونية، المرتبطين بفرنسا، المرتبطين ببريطانيا، هؤلاء لهم جيوب موجودة بهالوطن. فهؤلاء إذا ما شو ما صنعوا لن يصنعوا للعروبة شيء ولن يخدموا القضية العربية. هؤلاء عملاء ينفذون ما يؤمرون به. المعلم بيعطي الدرس، بيعطي الوظيفة على التلميذ أو على العميل أو على العامل أن ينفذ ما يأمر به المعلم. يعني ولكن الشعب المصري كما تقول، يعني نحن ننظر إلى مستر سعد زغلول، جمال عبد الناصر، يعني ولكن اليوم يعني بطبيعة الحال الأخوان المسلمون هم حاكمو مصر اليوم. هل باستطاعة الشعب المصري، خصوصا بأنه هناك دعوات كثيرة من منظمات مصرية في 30 من حزيران
هذا الشهر دعوات لمسيرات في مصر وكل محافظات مصر من أجل إسقاط حكم الأخوان وإسقاط مرسي. يعني هل من استطاع إسقاط مبارك يستطيع إسقاط الأخوان تحديدا اليوم؟ ومعروف بأن الأخوان مدعومين بشكل مطلق سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من حلفائهم في المنطقة وألبان الخليج وغيرهم. ومن إسرائيل. ومن إسرائيل بطبيعة الحال. لا شيء صعب على الشعوب. الشعوب تصنع المعجزات. والشاعر قال إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد أن يستجيب القدر. الشعب المصري شعب عريق، يعني حضارة من الفراعنة حتى الآن، ما هي حضارة جديدة يعني بنت 250 سنة. أمريكا حضارتها 250 سنة، الخليج حضارتهم من سنة 65 من 70 30 40 سنة، يعني بعمر الشباب، يعني بعمر الأولاد. يعني فالشعب المصري شعب عريق وصاحب حضارة لا يقبل وهو قيادي بالأمة العربية. أنا جبت لك عن سعد زغلول لأنه بذكر أنا بالتاريخ عندما كانت الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي، كان سعد زغلول هو الداعم للثوار السوريين الذين لجأوا إلى مصر وقدموا كل المساعدات من أجل الثورة السورية. فالبلد اللي فيها مثل سعد زغلول مثل عبد الناصر مثل الأحزاب التقدمية الناصرين وغيرهم، في أحزاب تقدمية كثيرة، في وطنيين، مو بس الأحزاب، في حس وطني، في حس عربي، في دم عربي. كل من ينبض في قلبه الدم العربي لا يمكن أن يقبل بالوضع الراهن بالنسبة لمصر. مصر العربية، مصر القيادة اللي أكبر دولة في الأمة العربية ب 100 مليون 70 مليون 80 مليون كانت بهذاك وكل يوم عم تزيد، هل يمكن أن تكون ذيلاً لحمد بقطر؟ هل يمكن أن تكون ذيلاً للسعودية؟ هل يمكن أن تكون ذيلاً للاستعمار؟ دولة قائدة ودولة رائدة ودولة من الدول العربية، زعيمة مو أفريقيا العربية، زعيمة الدول العربية. فالمنتظر وسؤالك وجيه من الشعب هو الذي يحدد. والشعب المصري أنا آمل فيه الكثير بأن يغير ولا يستمر نظام الإخوان المسلمين في مصر إن عاجلاً أو أجلاً، لأن التاريخ يثبت ذلك. لأنه كانوا مرفوضين في أول ما تأمروا على عبد الناصر بعد الوحدة، أول ما تأمروا على عبد الناصر واستمروا، ولولا أن ربوا في أحضان أمريكا والاستعمار لما وصلوا للحكم. الشعب في الوضع الحاضر، تطور الحضارة لا يمكن أن يقبل بعد بالرجعية، أن تقيد الإنسان بعد ما وصلت الناس للفضائيات وتطور الحياة واختلف الجمل عن السيارة وعن الطيارة، واختلفت العامل وسائط النقل، اختلفت وسائل الاتصالات، ترجع بعد 200 سنة لوراء مش ممكن. إذن الحضارة تفرض أن ترفض الشوائب من الجسم، فهذول شوائب في الجسم العربي، وهنا مخربين للوحدة العربية ومخربين للفكر العربي. العرب ينظرون أن تعود حضارتهم كما كانت سابقا. نحن في الوطن العربي إذا عدنا لحضارتنا الماضي وقلنا كيف نحن وصلنا للسند والهند، وصلنا لإسبانيا ولمعركة بواتيف جنب فرنسا، لولا أن يكون هناك إرادة عربية ووحدة عربية وعزة عربية. أين نحن اليوم من هذه العزة العربية؟ شوفي، نحن في رقاد بصراحة، العرب في رقاد يعني. لكن لا يمكن، بعد كل ما سمي بالربيع العربي والثورات العربية نحن في رقاد؟ هي اسمها ثورات عربية، هي اسمها عند الاستعمار ثورات عربية. الثورة العربية هي التي تبني مصالح العروبي وتقوم على مصالح الشعب مش مصالح الاستعمار. هي اسمها ما اسمه ربيع عربي، هذا اسمه ربيع صهيوني. طبعا عندما صار الشعب التونسي، نعم، والشعب الليبي والشعب المصري والشعب اليمني، ألم تكن ثورة؟ يعني لن نتحدث عن سوريا على اعتبار لها وضع خاص. ألم تكن ثورة؟ خلينا نحكي بالتفصيل كل وحدة. الثورة بليبيا من حماها؟ هل هي كانت ثورة شعبية صحيحة؟ حماها الناتو، فالناتو شال شخص وحط ناس، وهي لحد الآن مش مستقرة. الثورة في تونس
لحد الآن كمان الصراع بين الإخوان وبين الأحزاب الرجعية والأحزاب التقدمية. الثورة في مصر، الثورة في اليمن، ماذا قدمت للشعب؟ الثورات الحقيقية التي تقوم من أجل مصالح الشعب، من أجل مصالح الشعوب، تحقق المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والمستوى الفكري والرفاه ونقل من الفقر إلى الغنى. ولكن يعني هل تطالب يعني من قاموا بهذه الثورات وتسلموا مقاليد الحكم بهذه السرعة القصوى أن يحققوا كل ما يصبو إليه الشعب؟ أرجوك شوفي، بكل ثورة في متسللين. الثورة عندما تصفي نفسها وتأخذ بمبدأ أنها ثورة يمكن أن تصل إلى نتيجة. على مبدأ على مبدأ الحرية والمصالح، مصالح الوطن، مصالح المواطنين. أنا لما على مبدأ الثورة الفرنسية والبلشفية والثورة بالضبط الإيرانية. بالضبط بالضبط، على مبدأ الثورات الحقيقية اللي بتسمي حالها ثورة، مش كل مشاغب اسمها ثورة. الثورة اللي بتحط برنامج عمل وبتقول أنا ثائر من أجل أن أحقق مكاسب كذا، أحقق لشعبي الإصلاح، أحقق لشعبي الحرية، أحقق لشعبي الديمقراطية، أحقق لشعبي المستقبل الفاضل، أحقق للمشاركة، يعني مجتمع زاهر. أما ثورة كل شغب بصير ثورة؟ يعني الآن أنت في تستعرض كل البلدان العربية اللي صار فيها حركات أو نسميها ثورات، لم نصل إلى نتيجة ولا استقرار. ولكن ليس إذا ليس بسبب يعني جمود ونوم العرب، الشعب العربي ضد ما يحدث له، يعني ليس بسبب، وإنما هناك دائما أشياء أكبر من انتفاضة الشعوب. لذلك الشعوب لا تستطيع أن تحقق ما تصبو إليه بكل إرادتها وقوتها، على اعتبار أن هناك دائما من يصطاد، ودائما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصهيونية العالمية جاهزة لالتقاط واستثمار أي نوع من أنواع الحراك أيا يكن. صحيح صحيح، أنا معك. الثورة العربية اللي ممكن أنت تنظري لك ثورة، في عندك بالثورات في ناس انتهازيين وفي ناس لهم مصالح، وتلتقي المصالح بيحوروا هدف الثورة إلى أهداف شخصية. مثل ما على قسمي، يعني أنه نحن بدنا نعمل ثورة مشان نستلم الحكم. نعم. هاي الثورة بتفشل، تصل ما بتصل لنص الطريق ولا بس مرحلة صغيرة بتفشل. الثورات الحقيقية هي الثورة المجردة عن الغايات والمصالح. مثلا نحن بنقول لك بالنسبة للثورة السورية سنة 25، ثورة كان هدفها أنه طرد الاستعمار، وما كان هدفها المناصب، وعرض على الثوار كثير من الثوار السوريين ب 25 أنه تعالوا استلموا مناصب، قالوا نحن سلطان نصر، قالوا نحن ما ثرنا من شان إن نوصل للمناصب، ثرنا من أجل استقلال الوطن وطرد الاستعمار. فالثورات اللي عم تتفضلي فيها ثورات، يعني شو بدي اقول لك، معلبه. نعم. استغلت، مسيره من الخارج، لم تكن الايد العربيه النظيفه فيها 100%، كانت الايد الاجنبيه هي اللي فيها. الشق الثاني، انت عن من شان العناصر العربيه للثوره، اولا الشعب، اذا كنا بدنا نقول أنه هذا الشعب هل يستطيع أن يقيم ثورة، ولماذا ما صارت ثورة صحيحة بالمية مية؟ نحن من نرجع للتاريخ، الحكم بالنسبة للوطن العربي. نعم. الحكام العرب قيدوا الحرية للمواطن، ما خلوا فكر عربي. لما ما في فكر عربي ما عاد في حرية أن تصل أنت بالأحرار هن اللي يقودوا الثورة. فهذا عنصر أساسي بخمود الثورات، بخمود اللي قلت لك عنه، خمود الشعب العربي. أيضا أستاذ فاضل، يعني لماذا مرسي اليوم وحكومته يقللون من أهمية اتفاقية عنتيبي، والتي تحرم مصر من حقها في الحصول على يعني نصيبها التي كانت تتمتع فيه من المياه، مياه نهر النيل، وبأن ذلك يعني سيزيد فقر مصر فقرا آخر؟ يعني هل السؤال الذي يطرح نفسه، هل مرسي جاء إلى مصر ليقضي على ما تبقى فيها؟ صح، مثل ما عم تطرحي مظبوط، مرسي جاء ليقضي على كل نبض عربي يمكن أن يقوم في هذه الأمة، مو بس بمصر، بالأمة العربية. والمثال على ذلك هلا هو علاقته مع سوريا. نحن يعني هذا العداء السافر إلنا
بانه والله اغلق سفاره واسحب ممثل دبلوماسي من سوريا واعلن الجهاد على سوريا والحرب على سوريا، هل هذا تصرف قائد عربي يحب العرب؟ هذول اصدقاء سوريا؟ اختي الكريم، الصديق هو صديقك من صدقك لا من صدقك. الصديق الذي يمول ويسلح اخ على اخيه ليس صديق. الصديق الذي يصلح ذات البين يقول للأخ بأنه هذا أخوك ويجب أن تحافظ عليه وأن لا تقتله. أما الصديق اللي يقول خذ مسدس وخذ بندقية واقتل أخوك، هذا ليس صديق. فليس غريبا عن مرسي أن يخرب مصر ويخرب غير مصر، وهذا هذا 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 يعني مو بس مرسي، حكام العرب، حكام العرب. ناخذ كنو السعودية ولا حمد، نفس الاسلوب ونفس الطريقه. هؤلاء كما قلنا بالاول تربوا ووجدوا وخلقوا بايادي غير نظيفه، وتربوا بمدارس غير نظيفه، وتخلقوا باخلاق الاستعمار وباخلاق اسيادا، واسيادهم ينظرون الى الامه العربيه نظره حقد ونظره كراهيه. هذه الامه العربيه التي كانت لها حضاره تقود العالم، تضيء شوارع إسبانيا الأندلس مضاءة في الأضواء والعتم والظلام في شوارع أوروبا، هذه الحضارة محاربة حتى لا تعود الأمة العربية لحضارتها ولقوتها السابقة. من أجل هيك يحاربون أي وحدة عربية. إحنا جربنا الوحدة، نحن مع مصر ومع ليبيا ومع اليمن ومع العراق، وليش فشلت؟ فشلت العرب، ما بدهم الاستعمار، ما بده وذيول الاستعمار اللي ما بده، ولا ما كانت تفشل الوحدة العربية. كان الشعب العربي هو ونحن ننظر في المستقبل القريب، مهما طال الزمن ستحقق الوحدة العربية، ولا يمكن للعرب ان يكون لهم عزة وكرامة الا اذا اتحدوا مع بعض. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الكتلة البشرية، هذا الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، هذا المجد الماضي الغابر للأمة العربية. هل يكفي أن نقف على الأمجاد يا أستاذ فاضل؟ نعم. يعني هل يكفي أن نقف على الأمجاد ونتغنى بها؟ يجب يعني أن نبني نفسنا. لا، ما لا يعني هناك أصوات تقول لك يعني سوريا أولا ولا يوجد ثانيا بعد سوريا. ماذا ترد على هؤلاء الأشخاص الذين من مرارة ما ذاقوا من العربان يقولون اليوم بأنه سوريا أولا ولا شيء آخر؟ يعني شوف، هذا الطرح طرح بالزمان لما كانت في مناقشات بين أحزاب سياسية، أنه الإنسان بالأول بيعمر بيته وبعدين بيدور على بيت جاره. هذه الطروح هذه قاصرة وليست من منطلق قومي. نحن ننظر إلى منطلقنا القومي. نحن بدون العروبي، بدون ثوب العروبي، بدون عباية العروبي، بدون مظلة العروبي، لا يمكن أن يكون لنا كيان. صحيح أنه نحن سوريا بالدرجة الأولى، وسوريا هي الشعلة وهي القيادة وهي النهضة، وكل حركات التحرر في العالم العربي بدأت من سوريا. ولكن سوريا ليست وحدها أن تقود أن تمثل كيان عربي كامل. سوريا مع أخوتها العرب. فنحن العرب مثل الأسرة البيت، بتكمل بعضها البعض. سوريا مع العراق مع الأردن مع بقية الوطن العربي، البلدان اللي قسموها ل 26 دولة، كانت دولة واحدة، وكانت الأسطورة شو بدي أقول لك، السخرية، أنه بالثورة العربية الكبرى ضحكوا على العرب وقالوا لهم نحن طردوا لنا تركيا لنعطيكم مملكة، وكانت اللعبة أنه طردنا تركيا إجت سايكس بيكو وتقسمت سوريا، ونحن تحت الاستعمار الفرنسي ولبنان وبريطانيا الأردن وفلسطين. نعم. وباعوا فلسطين لليهود وحطوا الملك فيصل بالعراق بعد ما دخل لهون لسوريا، وعملنا له العلم، رفعنا العلم العربي بالمرجي وقالوا له فل، سحبوه من هون حطوه ورضوا أخوه الأمير عبد الله بالأردن. فهذا هذا هذا واقع، هذا واقع. هل يمكن ان يتغير هذا الواقع؟ ممكن باراده الشعوب، بالوعي. نحن بوعينا التربوي اللي تربينا بجيلنا الماضي، يجب ان تعود المدارس الى وعيها القومي، والاسره الى وعيها القومي، وان نعود الى جذورنا والى ابائنا والى اجدادنا الذين ضحوا.
اختي الكريمه الثوره السوريه كان الثائر يقول ترابك سوريا ما نبيعه بالذهب. الان انت بتبيع تراب سوريا بالذهب من اجل ان تحصل على كرسي او تنام باوتيل او تاخذ كذا دولار. نعم. هذا الثائر الفلاح البسيط اللي كان ياخذ رغيف الخبز بايده بدون اي شيء معه ويحارب فرنسا ويقول انا ترابك سوريا ما ببيعه بالذهب. الان انت بتاخذ دولارات وبدك تبيع سوريا بالذهب وتجيب صواريخ وتقتل المواطنين وتجيب فرنسا وتجيب بريطانيا وتستعين بالناتو وتستعين باسرائيل. طيب هذا معقول؟ هل يعقل هذا؟ فهذول اللي ربوا هالناس اولادهم بدهم يطلعوا نفس 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 الطريق، واللي تربى عند بحضان الاستعمار وكان ياخذ بده يمشي بنفس الطريق. فنحن لسنا يائسين ابدا. انا كشخص كمواطن بهذا الوطن بسوريا لست يائسا من نهضة الشعب العربي في سوريا والوطن العربي ككل أن يعيد أمجاده وأن يعيد لحمته وأن نتحد. حتى في سوريا نحن مطلوب منا الآن، صرت طارح أنا هذا الموضوع عدة مرات على الشباب، نحن في نقابة المحامين عبارة عن 30,000 محامي بسوريا. نعم. وعندنا أكثر منهم من أطباء وأكثر منهم مهندسين وأكثر منهم أطباء أسنان وأكثر منهم مفكرين وأكثر منهم كتاب. ألا أنا لهؤلاء المثقفون أن يقولوا تعالوا لنبني سوريا، لنعيد النظر في سوريا، نضع خطوط أساسية في سوريا؟ كلهم مقصرون. كل ما تفضلتي قبل قليل، إذا الحق على النقابات بالنتيجة، الحق على النقابات والمدارس والمثقفين يعني جزء منها هي النقابات، ولكن على اعتبار أنها تمثل الشريحة الأوسع من المثقفين. على أي حال أستاذ فاضل، سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. مشاهدينا الأكارم، بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. We'll be right back.
حي شاش الدار رمز الوحدة الوطنية رجال العز بتلبس دار حتى المجد بيدفيا بس الله محيا شاش الدار رمز الوحدة الوطنية رجال العز بتلبس دار حتى المجد بيدفيا الله محيا جيش الدار رمز الوحدة الوطنية رجال العز بتلبس دار وحتى المجد بيدفيا الله محيا الجيش مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم. أيضا من جديد اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ المحامي فاضل النبواني المحلل السياسي. مرحبا بك مجددا أستاذ الكريم. إذا ما أردنا الانتقال للحديث عن الفتاوى التي بدأت أو لا استكملت مؤخرا من خلال اجتماع ما سمي هيئة علماء المسلمين في مصر الذي جرى مؤخرا، وهذه الفتاوى التي صدرت يعني بأنواع من الفتاوى لم يعرف لها أي عقل ولا أي دين ولا يعني المهم أن تدمر سوريا هذه الفتاوى، المهم أن تقضي على ما تبقى من العقل السوري، من الشعب السوري، من التراب السوري. يعني إلى متى سنبقى نحن دائما نقف متفرجين أمام الفتاوى التي تصدر ممن يسمون بأنهم علماء المسلمين وما هم إلا منفذين لأجندات معينة، هكذا تثبت الأيام بالدلائل القاطعة، ما رأيك؟ تكملة لما طرحناه، الموضوع لا يختلف بالنسبة للعلماء والحكام الذين يسمون أنفسهم بأنهم علماء المسلمين، لأن الإسلام يدعو إلى وحدة الإسلام لا يدعو إلى تفرقة الإسلام. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بعلماء المسلمين ويعطون فتاوى بالتكفير وبالجهاد ووصلوا بالجهاد إلى مراحل مبتذلة كما سمعت، نعم، هؤلاء لا يمثلوا إلا الشريحة المتعصبة الرجعية الأصولية المخربة المرتبطة بالاستعمار. علماء المسلمين يتمثلون في العلماء الشرفاء، ومنهم المفتي العام للجمهورية العربية السورية. هذا الإنسان الذي تتمثل فيه روح الإسلام، روح التسامح، روح المحبة، روح الوطنية، روح الإسلام الحقيقي. الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لخلقكم أمة واحدة، وقال المسلم أخو المسلم، وقال المسلم لا يقتل، وقال المسلم صادق، والمسلم أمين، والمسلم لا يؤذي الآخرين. هناك مبادئ بالإسلام لا يمكن أن نخرج عنها. أما الإسلام ليس تكفيريا، الإسلام محبة، الإسلام ارتباط بالباري عز وجل. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى العلم. بكيف؟ أوروبا كانت مثلنا تقتل مئات وألاف بالنسبة للخلافات الدينية، وكان مارتن لو كان يبيع صكوك الغفران، خود هالصك بتروح على الجنة. طلع مارتن لوثر عمل ثورة فصل الدين عن السياسة. نحن لازم نفصل، رسالة الدين هي الهداية، هي الأخلاق، هي المحبة، مش الكره والقتل والذبح. لما اختلفت الرسالة فأنا عم بخدم الدين. مين قال إنه الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء المفتين أن يفتوا بالقتل والجهاد؟ المسلم أخو المسلم، والعربي أخو العربي، أن يحرض الناس على بعضهم. هل هذا هو من الإسلام في شيء؟
حتما لا، هذه بدع دخلت تنفيذا لأجندات ولكره، كره مستقر في نفوس هؤلاء الضعفاء. نحن إذا طب لماذا المسلم يكره أخوه المسلم؟ لماذا المسلم يعني أو العربي يكره أخوه العربي؟ ما هو ما هون بذرة الكره، يعني بذرة الكره الموجودة اللي بيزرعوها اللي بيسموه حالهم أئمة وهن بعداء عن الإمامة، بعداء كل البعد، فهدول بيزرعوا الكره بين الناس حتى تقتل الناس بعضها. هل يعقل بأنه أنا يعني المفتي يفتي بالقتل؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب لماذا نتحدث عن المفتين ولا نتحدث عن البرلمان الكويتي؟ شاف العجمي تباهى بذبح طفل سوري ردا على هزيمة القصير على بعد مئات الأميال، ذبح طفل لا ذنب له في دير الزور، ولم يقف يعني أمام السفارة السورية مثلا في الكويت هذا البرلماني ليطالب باسترداد أو الإفراج عن مقاتلين كويتيين أو حتى عن جثثهم التي يعني قتلت في سوريا. يعني على الأقل كنائب إسلامي كويتي، بل جل ما فعله هذا الرجل الذي هو شافي العجمي مزيد من التحريض ليدفع بالمزيد منهم إلى حفلة الجحيم وحصد المزيد من الجماجم سواء الكويتية أو العربية في سوريا. يعني ما رأيك ونحن الذين لا ننسى ما فعلوه عندما اجتاح صدام حسين الكويت، وأنت تعلم هذه الفترة كيف ناحوا وكأن صدام حسين عمل هولوكوست بالكويت، لماذا لماذا في ذلك الوقت كان الكويتي مقدس بالنسبة لهم، أما اليوم فليذهب إلى الجحيم، فليذهب إلى القتل، إلى النار، فليذهب إلى سوريا، لا يسألون عنهم لا بالسجون ولا عن جثثهم ولا وكأنهم يعني يبعثون حيوانات العفو للقتال في سوريا أو للجهاد في سوريا. أختي الكريمة، أولا نحن سوريا تدفع ضريبة القيادة العربية والفكر العربي، بدليل يأتي الطالب من الصومال بيتعلم عنا مجانا، من إريتريا مجانا، من الهند، من أي بلد عربي بيتعلم عنا وبينعامله كالسوري، بيجي العامل نفس الشيء. نحن بالخليج وبالدول العربية غرباء. هل تعلمي بأنه السوري في السعودية وبالكويت نفسها اللي عم تقولي عنها ما بيقدر يعمل أي عمل إلا بده كفيل يكفله وبياخذ جواز سفر وبيحجزه بمجرد أساء لأي واحد من أهل البلد اللي هناك بيسفروا؟ هؤلاء غرباء غرباء. هذا النائب الكويتي هذا نائب عميل، هذا قابض وهذا حاقد وهذا بعيد عن الإسلام وبعيد عن العروبة، هذا مثله مثل المفتين. يعني هؤلاء الناس هاللي بيدعوا أنهم أصدقاء سوريا، ولكن هناك غالبية في البرلمان الكويتي يعني إلى حد ما تشبه شافي العجم. صح، لا ضده في هناك في ضده في ضده، ولكن هناك أقول لك الكثير ضمن البرلمان، يعني عادة البرلمان يمثل شريحة مهمة من الشعب. متى كنا نحن كسوريين ضد أي بلد عربي؟ متى كنا نحن كسوريين إلا مضيافين لأي بلد عربي عندما يقع في محنة؟ ونحن كنا مدافعين عن الكويت نفسها. نحن يعني مدافعين عن الكويت ونصحنا صدام حسين وما قبل، واشتركنا بالحرب مع الدول العربية لأنقذنا الكويت وتكافئنا الكويت. نحن بالنسبة للبنانيين وقفنا معهم، بالنسبة للأردن وقفنا معهم، بالنسبة لفلسطين وقفنا معهم وما زلنا نقف. ما ليس غريب عنا، نحن هل حاملين رسالة، نحن أصحاب رسالة. في فرق بين صاحب رسالة وإنسان غير صاحب رسالة. العروبي رسالتها من سوريا، والقومية العربية رسالتها من سوريا، ولكن ألم تثبت خطأها اليوم؟ والهم العربي لا لسنا. إذا اصطدم الإنسان بشاذ عمل شاذ يكفر الآخرين بنعمل مثل ما بيعملهن. إذا واحد بالبرلمان الكويتي قال والله بيعمل حفلة وبيقتل واحد ومشان القصير، نعم أراد أن يتركوا له عشرة
أشخاص ليتشفى هو شخصيا به. وإذا كان محمد مرسي بيسحب سفارة بنكفر بالعروبي، بنكفر بوحدتنا، بنكفر بعزتنا العربية، هذا شيء مو لسنا نحن من يكفر، بل هم من يكفرون بالعروبة. لا، نحن ما عم نقول هيك، نحن عم نقول إنه لا يمكن أن نكفر بقاء عمل سيء. منظل نحن متعلقين بالمبادئ تبعنا، مبادئنا الأساسية هي هالعروبة وعزة الكرامة. هؤلاء اللي بيقولوا أصدقاء، الأصدقاء مثل ما حكينا قبل قليل، هو الصديق الذي يقف معك في المحن لينقذك من المحن التي أنت بها. يخطر ببالي أن أحد الصيادين كان في يوم بارد يقوم باصطياد العصافير والطيور، ومن اليوم البارد دمعت عيناه، فقال العصفور لأخيه: اشفق على هذا الصياد كيف سالت دموعه من البرد. قال له العصفور الآخر: لا تنظر إلى عينيه، انظر إلى ما تفعل يديه. نحن ننظر إلى هؤلاء الذين يدعون بالصداقة لسوريا، الشعب السوري، ويمولون ويسلحون ويغذون الفتن ويحرضون ويحاربون بالإعلام وغير الإعلام وبكل الوسائل للانتقام من سوريا. لقاء ماذا؟ لقاء أن سوريا أخطأت مع العرب، سوريا أخطأت مع غيرها من الدول العربية، سوريا كانت في يوم من الأيام لها موقف مشبوه ضد أي دولة عربية، كل عمرها تناصر الحركات العربية. حتى الثورة، بعدنا عم نقول سعد زغلول، الثورة المصرية القديمة، نعم، وثورة عرابي باشا، والثورات كلها، رشيد علي الكيلاني، كلنا سوريين، نحن مجبولين على الهم العربي. هل تعلم يا أختي الكريمة، بالنسبة لنا لفكرنا القومي وفكرنا والتراب السوري، بأنه ابن الثورة السورية تجند ليدافع ويستشهد بحلب، ابن حلب يستشهد بميسلون، ابن ميسلون يستشهد بدير الزور، بحس ايش؟ بالحس العربي، بالأصالة، بالحس السوري، بالحس القومي. نعم. فنحن ليس مستغرب علينا هذا الإنسان الذي تشيرين إليه في البرلمان الكويتي، والمفتين اللي بيسموا حالهم مفتين إسلام، ومحمد مرسي وغيرهم، هؤلاء أعداء العروبة وأعداء الإسلام. ليسوا من العروبة في شيء وليسوا من الإسلام في شيء، لأنه شروط، نحن لما بنرجع الإسلام يقوم على مبادئ وشروط. نعم. شروط من شروط الإسلام أو مبادئ الإسلام الصوم والصلاة والحج والزكاة. طيب السعودية حرمت السوريين يروحوا على الحج، شلون أنا يعني أنا برعى المصالح الإسلام وأنا حامي الحرمين الشريفين وبمنعك أنت تنفذ أمر الله؟ السنة الثانية على التوالي تنفذ أمر الله، الحج مفروض على المسلم، ما هيك؟ أنا لما بمنع الحج معناها بمنع أمر الله، فكيف أنا بنفذ أمر الله؟ من نصب العلماء المسلمين المفتين؟ من نصبهم الدفاع عن رب العالمين؟ هل المخلوق يدافع عن الخالق ولا الخالق اللي بيحاسب المخلوق؟ من قال للمخلوق أن ينفذ حكم الله بغير الأوامر الإلهية، أوامر القرآن، أوامر الدين؟ الخالق هو الذي يحاسب. أنت لست مطلوب منك أن تحاسبني، أنا كمسلم ما بتحاسبني، أنت بحاسبني رب العالمين اللي خلقني، فأنا وياك شركاء بهذا الوطن، بتراب هذا الوطن، فأنت بتحاسبني من خلال سلوكيتي الوطني. أما أنا علاقتي بربي، بدي أروح أخذ مترين بالجني وبدي أروح أخذ كذا، فهو اللي بحاسبني مو أنت. فالله ما نصبك علي، ما قال أنت يا أخي محامي عن عن عني بتحاسب الآخرين. فمين هذول المفتين اللي عم يفتوا بالتكفير وبيفتوا بالقتل وبيفتوا كذا؟ أعداء الإسلام ومخالفين للقرآن ومخالفين تعليم الإسلام، وفي آيات كثيرة ما في مجال لذكرها تشير إلى ذلك. نعم. ايضا استاذ فاضل، يعني برايك الى اين تسير الاحتجاجات التركيه بعد اكثر من اسبوعين من انتفاضه يعني الشعب التركي في وجه اردوغان ومحاولاته لاسقاط حكومه اردوغان؟ من وجهه نظرك الى اين تسير وفي اي اتجاه اليوم؟
أردوغان يعني أردوغان مثل محمد مرسي بالضبط. محمد مرسي حاليا يستخف بالشعب المصري، وأردوغان يستخف بالشعب التركي. الشعب التركي كما ترينه في الشوارع وفي الساحات، وله إرادة، وهو شعب عريق وشعب متحرر، ولا يمكن يقبل أن يكون أداة في يد أمريكا والاستعمار الغربي. سيقضي وسيسقط حكم أردوغان، وأردوغان يحارب الناس وبيته من زجاج، يحارب الحرية، بده الحرية والديمقراطية ويناصرها، وهو يحاربها في نفس بلده. وهكذا كل الحكام العرب الآخرين اللي عم يدعوا أنهم بدهم ديمقراطية وبدهم يناصروا أنهم أجل الديمقراطية، يحاربون وبيوتهم من قزاز، ليس له عندهم ديمقراطية ولا 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 تمثيل سياسي صحيح، ولا حرية، ولا مجالس، ولا انتخابات، ولا. الشعب التركي بشكل خاص شعب حي، وأنا أتصور برأيي الشخصي بأنه قريبا سينتصر وسيسقط نعم رئيس الوزراء التركي، وستتغير المعادلة في تركيا قريبا. نعم. هل هذه الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب التركي هي كافية لإسقاط أردوغان؟ يعني أنت تعلم أن الأخوان عندما يتمسكون بالسلطة يعني لا توجد قوة تستطيع إخراجهم إلا الأمريكان تحديدا. يعني شوف، الاحتجاجات شيء وإرادة الشعب شيء ثاني. هاي احتجاجات تعبر عن رأي، مو بس إنه بالكلام عم يطلعوا مظاهرة. في إلون مبادئ، في إلون أحزاب، في إلون تنظيمات سياسية، في إلون برنامج عمل إصلاحي. فما هي بس طلعنا ورددنا شعارات بالشارع. الأتراك إلون في أحزاب سياسية، وفي لقاءات صارت معهم مع كبار منهم في سوريا، ونسمع الأخبار عن تركيا ومنشاهد. فالشعب التركي له برنامج معين، هذا يعني لا يمكن أن يقبل أن يكون ذيلا للغرب ولأمريكا بالذات، يعني أن يكون عبارة عن قاعدة منفذة لأمريكا ولسياسة أمريكا، وعزله عن أمته، عن أمته الإسلامية وعن واقعه بالشرق الأوسط. نحن الشرق الأوسط دول متكاملة متجاورة لها مصالح مشتركة. فيمكن ما ممكن واحد يعيش لحاله مثل الإنسان لو كان بيعيش لحاله، كل واحد بيعمر بيت مستقل. أما نشأت التكوينات البشرية منها حاليا الدول لا تستغنى عن بعضها، لأنه في علاقات متبادلة بين الدول، وخاصة الدول المتجاورة. تركيا دولة جارة، العراق دولة جارة، الأردن دولة جارة، لبنان دولة جارة، ففي لنا مصالح مشتركة معهم. نعم. هل تتوقع يعني بعد تسارع الأحداث في سوريا وتسارع تضارب المعلومات والأنباء والتصريحات السياسية الدولية حول سوريا وفيما يتعلق بالوضع السوري، ربما لا تؤخر جنيف فقط بل تلغي جنيف اثنان، خصوصا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوع تقريبا بدأت التصعيد بشكل معاكس للاتفاق الذي اتفقت هي وروسيا عليه بأن يكون الحل سياسيا في سوريا؟ اليوم هي على ما يبدو لا تريد أن يكون هناك حل سياسي، غيرت رأيها. فهل هذا ربما يلغي جنيف اثنان، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرح بأنها تسلح، وهناك معلومات تقول بأنها بدأت بتسليح المعارضة المسلحة كما تسميها هي، ونحن نقول عنها الجماعات الإرهابية المسلحة، بأسلحة ثقيلة، بصواريخ مضادة للطائرات، وربما بسلاح كيميائي معين. وقد يعني تم إلقاء القبض على مجموعة إرهابية كان بحوزتها غاز السارين، كانت متجهة من سوريا إلى تركيا، بالإضافة إلى ما حصل أيضا في خان العسل. شوف أختي الكريمة، بالنسبة اللي عم تتفضلي فيه، هذا المؤتمر لست متفائلا ولست متشائما بالنسبة له. ومن المؤسف جدا أن السوريين يعقدون مؤتمرا لحل شؤونهم في جنيف. من المعيب جدا أن نعقد مؤتمر نحن أخوة سوريون، لنا حضارتنا ولنا وجودنا ولنا تاريخنا، أن ننشر نحل خلافاتنا في الدول الأجنبية. المؤتمرات تتم بين دول متحاربة، أعداء متحارب، فرنسا مع بريطانيا، نحن مع فرنسا، وذهبنا إلى سايكس بيكو، إلى سان فرانسيسكو من أجل أن نمثل سوريا كدولة مستقلة عن فرنسا. أما الآن نعقد مؤتمر لنصالح نحن كسوريين في جنيف الثاني وجنيف الأولى. يعني أنا لا
متشائم من جنيف بثلاث عناصر. اولا اجوا المراقبين العرب ما مشي حاله، اجى المندوب العربي ما مشي حاله، اجى المندوب الدولي ما مشي حاله، بدليل انه الدول التي ستشارك ليست راغبه في حل الوضع السوري. الحل الوضع السوري يعود الى السوريين انفسهم، اذا كانت النيه مخلصه لدى السوريين. هذا اتوجه بنداء لكل سوري حر ولكل سوري شريف يحب هذا الوطن ويحب تراب هذا الوطن ويعشق تراب هذا الوطن، ان ينظر بمنظار ليس المنظار الشخصي، ان ينظر منظار سوريا، وجود سوريا، كيان سوريا، عروبة سوريا، استقلال سوريا، المواطن السوري، وضع المواطن السوري، ان ينطلق من هذا ويحلوا مشاكلهم بعيدين عن الاجانب. فالان بنروح على المؤتمر جنيف. طيب من هي الدول؟ ولكن اسمح لي فقط هنا، يعني انت تقول من المعيب السوري ان يذهب الى دول اخرى بدلا من ان يحل مشاكله. نعم. في يعني الدوله السوريه من دمشق نادت مرارا وتكرارا ودعت مرارا وتكرارا المعارضه الخارجيه للاتيان الى الداخل السوري وعقد مؤتمر حوار وطني شامل من اجل حل المشاكل العالقه في الداخل السوري وحل هذه الازمه. بالاضافه الى ذلك يعني من تجتمع عليه كل هذه الدول ويعني بالدلائل والوقائع حرب كونيه على الدوله السوريه، يعني من الطبيعي ان تذهب سوريا لحل مشكلتها، اولا مع اسياد من هم موجودون في الداخل، ثانيا مع هذه الدول التي بالاساس هي مشتركه في هذه الحرب ضد سوريا. يعني هل نستطيع ان ننكر بان ما يحدث في سوريا هي حرب حقيقيه؟ شوفي انت اخذت الزاويه السلبيه من الجواب. انا قلت ان المعيب ما لم احمل العيب للدوله السوريه ولا للنظام، حمل العيب للسوريين نفسهم. يعني احنا طرحنا موضوع، نحن بسوريا طرح موضوع النظام، طرح موضوع المصالحه، وطرح موضوع المؤتمر والحوار، فانت رفضت الحوار وبدك تروح على جنيف. انا من هالمنطلق عم بقول لك انه انت طالما انت اخ موجود وانا وياك شركاء هون، تعال اعطيني اخي برنامجك، ناقشني، حاورني، قل لي شو بدك، اعطيني البرنامج. انا كدولي طرحت مشروع انه انا بدي اعمل انتخابات وغير دستور وغيرت قوانين وطورت ولغيت احزاب ولغيت الماده 8 ولغيت الدستور وعملت كل شيء، انت اعطيني شو بدك، شو البرنامج تبعك، ما بدك تعطيني وتبعتني على من هالمنطلق. انت اخذت الزاويه الثانيه السلبيه، ما اخذت الزاويه، انا هذا الطرح. انه احنا العيب على السوري انه احنا تاع اخي مش مختلفين على السلطه، مختلفين بتكون على السلطه هيك. طيب اعطونا البرنامج، كيف ممكن تغيير النظام؟ تغير النظام، لما تغير الدستور وتغير معش حزب واحد تغير النظام، هلا في انتخابات وفي كذا، فانت شو بدك؟ اعطيني برنامجك، برنامجك ما بيعطيني اياه هاللي بيجي من كرواتيا واللي بيجي من شيشان واللي بيجي من المرتزقه وبيحاربوا عندي، هذول ما بيعطوني برنامج، بيعطيني برنامج انت كسوري. هل يهمك سوريا؟ هل يهمك المواطن السوري؟ هل يهمك الشعب السوري؟ هل يهمك استقلال سوريا؟ الاشخاص بيزولوا بس بتبقى سوريا، بتبقى. اذا بدك سوريا تعال اخي تنفهم ونحل الموضوع، ما نروح على جنيف. طيب رحنا على جنيف، هل هناك نيه صادقه انه نحل المشكله؟ اذا كان نيه صادقه بتنحل. كيف يعني؟ اخي وقفوا اطلاق النار، اعملوا وزاره حكومه وحده وطنيه، انطلقوا من منطلق المحبة. أما إذا كان رايح أنا وحاقد مثل رفقة الذيب والخروف، يعني بدي أمسكك على غلطة، مش ممكن نوصل لنتيجة. من هون أنا قلت لك العيب، أنه نحن لو كانت نوايانا صحيحة، تعي أخي تركونا من الخلاف، اختلفنا وانتهى. إذا رايحين من شان والله نقسم مناصب، وأنا قديش بيطلع لي حصة من الوزارة، وأنا بدي أصير رئيس جمهورية وأنت بدك تصير رئيس وزراء، وذاك بدي أصير مجلس شعب، وأنا قديش بيطلع لي وأنت قديش بيطلع لك، ما بنوصل لنتيجه ويظل الخلاف موجود، والخاسر سوريا، والقتال ضد سوريا، والغايه عند الغرب وعند العرب المستعربه هي تهديم سوريا وتخريب سوريا. فاللي رايد مصلحه سوريا بنيه صادقه يترك الماضي ويقول تعالوا لنفتح صفحه جديده، الان حوار، شو مطالبكم؟ تغيير النظام، كيف ممكن يتغير النظام؟ شو هو البرنامج؟ قديش مدة الرئيس؟ قديش مدة الرئاسة؟ وقديش الانتخابات؟ وقديش مدة مجلس الشعب؟ وشو كيف ممكن الحكم؟ مين المشاركين بالحكم؟ مين هؤلاء؟
بنحط قواعد ونمشي عليها. والسوري اخو السوري، يجمعنا وطن. تركني من بدي وطن انا يجمع كل اطياف الشعب السوري. نعم. ما بدي وطن يجمع فئه معينه ولا حزب معين. فانطلقوا من هالمنطلق بصير انا من شان هيك قلت لك العيب انه نروح لهونيك ما نحل مشاكلنا اذا كنا نحن بنعتبر حالنا واعين وفهمانين وعندنا حضاره وعندنا رؤيه وعندنا بنحب الوطن وبنحب العروبه وبنحب استقرار وبنحب التقدم وبنحب الديمقراطيه. هي الديمقراطيه، تعال اخي لنحل مشاكلنا بايدنا. نعم. ايضا يعني اذا ما اردنا الانتقال الحديث عن ايران والرئيس الجديد فيها حسن روحاني، يعني ماذا نقول للرئيس الجديد نحن كسوريين؟ ما الذي نريده من إيران برئيس الجديد، خصوصا أنه كثرت الأقاويل حول ما يحمل من برنامج الرئيس الجديد حسن روحاني؟ بالإضافة إلى ذلك ماذا نقول أو ماذا نقول بالرئيس السابق أحمد نشاد؟ نحن ننظر إلى إيران نظرة تختلف عن نظرة الآخرين، ليست نظرة مصلحة أنه إيران واقفة معنا حاليا. نحن ننظر إلى إيران من نظرة أن هي عدو لإسرائيل، هي تشاركنا العداء لإسرائيل، وإسرائيل ضد العروبة وضد الإسلام، وهي شايفة أنت كيف المسجد الأقصى. فأنا لما بشوف إيران أنه عم بتحارب إسرائيل وعم بتقاوم إسرائيل وعم بتقف معي أكثر من ما أنا واقف مع حالي، فكيف بدي أكره إيران؟ هي من جهة. الجهة الثانية نحن ننظر إلى إيران وقفت معنا بالمحن، نحن محاربين، وشايفة أنت كيف يعني محاربين سياسياً واقتصادياً وبلقمة العيش تبع المواطن تبعنا وكل شيء، وإيران مادة يدها إلنا. فهذا الشيء أليس له تقدير؟ من يكون صديقي؟ صديقي الذي يطعني بظهري ويسلح ابن عمي حتى يقتلني ويعطيه المال ويحرض علي، أم صديقي الذي يقول أنا أحارب معك ضد إسرائيل؟ ولا صديقي اللي بيعمل سفارة بقطر وبيقول لا إسرائيل أهلا وسهلا وبيستقبل بمصر وبيستقبل بالسعودية وبيعمل غزل مع إسرائيل، أي صديق؟ فصديق إيران. فمن هالمنطلق نحن من محترم إيران قيادة سابقة. برأيك الرئيس الجديد يعني هل يمكن أن يغير في موازين علاقة الصداقة؟ أن أكمل نعم. وجهة نظري. نعم. الرئيس السابق لم يكن مقصرا، نحن ننظر له من منظار علاقته في سوريا وعلاقته بالنسبة للقضية العربية. نعم. الأساسية المركزية بالنسبة لإسرائيل. وأتصور بأن الرئيس الجديد الروحاني لن يشد عن هذا المبدا. قد هناك مشاكل في داخل ايران، هي مشاكل خاصه بيحلوها بين بعض، اما نحن من المنظار العام كمنظار وطني كمنظار قومي كمنظار استراتيجي ننظر الى ايران كدوله صديقه، ولن يتغير سياستها بالنسبه لعداء اسرائيل. ومن يعادي اسرائيل فهو صديقنا، ومن يصادق اسرائيل فهو عدونا، ان كان عربيا او غير عربيا. امريكا مع اسرائيل. نعم. بريطانيا مع اسرائيل، فرنسا مع اسرائيل. نعم، بكل تاكيد. في ختام هذه الحلقه يعني استاذ فاضل، كنت اود ان لديك عتب صغير على احدهم لاني ساختم الحلقه بشكل سريع لو سمحت. نفس اللي قلت لك عنه. بكل تاكيد دكتور، جاء استقبلتم الدكتور الفيومي من مصر وعرف السوريين وقال بأن سوريا فيها إسلام ومسيحيين ودروز، وأخرج الدروز من الإسلام، وهذا شيء غير مقبول. وأنت تأتي لترمم سوريا وتدعو إلى وحدة سوريا، أن تفصل وتخرج فئة من الإسلام من الإسلام، وهذا ينطبق مع مبدأ الإخوان المسلمين ومع الأصوليين الذين يفرقون بين المذاهب. نحن ننظر إلى الإسلام بلا مذاهب، ننظر إلى الإسلام كقمة وكشجرة لها جذور ولها فروع، فأي فرع من هذه الفروع يكمل هذه الشجرة، وشجرة الإسلام تحوي كل المسلمين وتحميهم وتقودهم
وليست هي عبارة عن غصن من أغصان هذه الشجرة. نعم، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لحضورك معنا المحامي الأستاذ فاضل النبواني، وحضرتك محلل سياسي، شكرا جزيلا. شكرا لك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، بقي أن نترحم على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، ونتمنى دائما للجيش العربي السوري التوفيق في أداء مهمته على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله.